الله يخلي بالك يا هيلو. مش ينفع مستر ناجي، صدقني مش ينفع، ده يخالف الشريعة ويحط الأنا في مشكلة. انت عارف يا راجل ما تقولش كده، عيب. الله، الراجل ده ضيفي وانا عازمه على الغدا، ما تصغرنيش بقى قدامه. الاسكندرانية ما عملوش كده مزراح. انا مستعد اقدم لك اي حاجة، انا يعزم انت وصاحبك كمان على الغدا، بس مش يخالف شريعة. اسمع مولانا، الراجل ده اول يوم له في تل قديم، معقول هاكله اكل من بتاعكم؟ دول شوية جمبري ما فيهاش حاجة، يعني هتشوهم ونخلص. يلا أكل كوشير يهودي يحرم أكل جمبري؟ ما أنت عارف. ابقى أكسر الطبق بعد ما ناكل وأنا هحاسبك عليه. عيب بقى. أوكي مستر ناجي، بس تاكله بسرعة علشان أنا مش يتحط في مشاكل. يلا يا مزراحي، كان زماننا كلنا. يلا حاضر. ايه رايك بقى في المطعم؟ تحس انك انت في مصر بالظبط. انا ليا سيطره جامده هنا، انا ساعات بخليهم يعملوا لي كشري مخصوص. انا مش قادر اصدق اللي انا شايفه بعيني وسامعه بودني. انا جيبي، انا حاسس ان انا في كابوس بشع للدرجات. نسينا الخسه والوحشيه بتاعتهم، نسينا اولادنا واطفالنا واهالينا اللي راحوا ولسه بيروحوا في غزه وفلسطين، نسينا الأطفال اللي ماتوا قدام عينينا في بحر البقر بالسهولة دي. بتضحك مع ده وتهزر مع ده، إيه ده؟ ده أنت شيخ حارف تل أبيب يا راجل. جمال بيه، ساعات الظروف تخلي الواحد يعمل حاجات مش عايزها. أنا كان ممكن أقعد في البيت قافل عليا بابي، لا أكلم حد ولا أسلم على حد، واقع جوه أربع حيطان. إنما صدقني، لما تعرف عدوك أحسن ما تقعد تكلم نفسك، وده اللي هما بيعملوه واللي أنا بعمله. شايف البنت اللي قاعدة على راس الترابيزة دي هناك؟ دي هاني ألدن، يهودية من أصل سويسري، بتدرس في الجامعة العبرية. دي بتترجم أعمال طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس. الناس دول طول عمرهم بيحاولوا يعرفوا احنا بنفكر ازاي، واحنا طول عمرنا ما حاولنا نعرف هما بيفكروا ازاي. حتى دي كمان تعرفها يا ناجي بيها؟ ايه؟ انت ناوي تنزل الانتخابات هنا ولا حاجه؟ ناجي رافي، انت ايه اللي جابك بدري؟ انت مزوغ من البنك ولا ايه؟ جمال بيه يقدمك رافي ديفيدوفيتش، ده اللي مصمم السيستم الامني بتاع بنك اليو ام اي. بس عبقري عبقري عبقري. طيب استاذنك يا ناجي. ازيك يا رافي؟ في على فين؟ يعني خلي السواق يوصلني الشقه، تعبان شويه. طب والغدا؟ معلش مره ثانيه ماليش نفس. طب خليه يوصلك ويرجع لك.
بقالك كتير أستاذ محمد شغال هنا؟ 7 سنين يا بيه. مبسوط؟ هو في حد ينبسط هنا برضه يا بيه؟ واحنا ايه اللي رمانا الرمية السودة ديت غير أكل العيش؟ ليك أصحاب؟ كل اللي شغالين في السفارة حبايبي. لا أنا أقصد أصحاب من هنا يعني. إسرائيل يعني؟ أعوذ بالله، ربنا يحرجهم. طب ده لما حماس بتعمل عملية ولا حاجة، ولا حزب الله يفرجع له صاروخ ولا صاروخين، بيبقى قلبي بيتنطط من الفرحة. أصل شوف يا سعادة البيه، الحكومات تقول اللي هي عاوزاه، والسياسيين كمان يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن احنا ناس غلابة على الفطرة يا بيه، ما ناكلش من الكلام ده واصل. اللي في القلب في القلب يا باشا. يا بقول لي انت ايه رأيك في نجيب ايه؟ مالك؟ ما ردتش ليه؟ بصراحة سعادة الباشا انا ما نحبوش، وما فيش حد في السفارة كمان يحبه إلا سعادة السفير طبعا. ما تعملش في نفسك كده يا رافي، هم الستات كلهم كده. أنا حاسس إن أنا عايش في جحيم مش في ناجي. عيالت خلتني أكره حياتي وأتمنى الموت. ده معقول؟ بقى أنت تعمل سيستم للبنك ده كله، مش عارف تعمل سيستم لمراتك؟ دي كتبت فيها تقارير، بلغت عني الشبهات مش في ناجي. بلغت عنك الأمن العام؟ ليه ده كله؟ ما هو أنا مش فاهم. أنا بعت البنك في سويسرا عايز أشتغل هناك، وهم ردوا عليا موافقين. هي بقى مش عايزه تسيب اسرائيل. الله، تقوم تبلغ عنك؟ اما هو ليه نقص صحيح؟ انت اللي غلطان عشان ما دبحتش القطه. انت لو كنت دبحت لها القطه كان زمانها بتتمسح تحت رجليه. اي أيوة والله. اهلا اهلا دوريوسي. تشتي كافي؟ لو تودا اتى مي حديث مشي هو ما تساتي اوتو رافي مشلوم خيوسي لما أتايو شاف عمها إيش هذي؟ ميزي رجعت الله ويديدي كلامي إيش زيش هربيد بوريم فياني ميات لخشد له يشف إتو لما دايش هو مصري في جم مسلمي تشمع يوسي أنا ماليش علاقة لا بديانته ولا بجنسيته عشان تبقى فاهم. تشمع رافي. أنا مش جاي أحكيك في السياسة. عيالت أجت عندي المكتب اليوم وقالت لي على كل اللي بتفكر فيه. أنا ما رضيتش أستدعيك. جيت لك بود عشان القرابة اللي بيني وبين مرتك. ايه ده مزراحي؟ انت دافن الجمبري جوه الرز؟ وطي صوتك مستر ناجي وكل بسرعه الله يخليك. مش ده يوسف كارمي بتاع الشباك اللي واقف مع رافي؟ ايوه. هو الامن العام بيحقق في القهوه الايام دي؟ لا، اصل مستر يوسف كارمي ده يبقى قريب ايليت مرات رافي. عشان كده انا بدور على الجمبري مش لاقي، اوعى اكون كلته وانت بتشويه. أنا ماليش دعوة، أنا ما كنتش يعرف هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير أنا ما يشوفه. لو سمحت هو أحراي
لا ما هفهم حضرتك، اصل انا كنت طالب سمكه بوري كبيره، فالسمكه البوري كانت واكله جمبري، فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور هيعمل ايه يعني؟ هيمنع السمك من اكل الجمبري؟ مش ممكن يعني. وبعدين ده راجل متدين،